وما ورد عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصليت قبل أن تجيء؟ كأن فيه إشارة إلى أنه يشرع له أن يصلي صلاة راتبة قبل الجمعة، فقال لا، قال قم فصلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد وذكر ذلك تلميذه ابن القيم قال: وهذا غلط. قال شيخ ابن القيم وهو أبو الحجاج الحافظ المزي قال: إن سنن ابن ماجه أتت عليه شيوخ لكنهم لم يحققوه تمام التحقيق، والصواب قال: أصليت قبل أن تجلس، وليس بلفظ أصليت قبل أن تجيء، ففيها تصحيف. إذن لا صلاة راتبة قبل الجمعة،